بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، بغيت نوريكم هنايا الفراش اللي درت لها تاي، الجلسة ديال ماشي. تاي أو أتاي. شديت من هاد التوب ديال طلامط اللي عندي، هذا ديال الحيف. طبعا القطرة دائما خاصو يدخل في التسجيل، وخيطت منه هاد مترو على 70، شفتوها مترو على 70، ودرتها شويه غليظه على الحيف، هكا كتجي شويه غليظه على الحيف. هاد هنايا كيكون غير شي حاجه رخيصه، وهنا هو المبرا اللي شتو هنايا كيكون هذا دايره غير شي حاجه رخيصه كما قلت، عاودت باش التصوير. وهنا شتو وتجي غليظه شويه الجلسه باش هذا كنحطوها على الارض. درت لها واحد المخده تقريبا صغيره، شي 70 والعرض، بحال بحال المخد الاخرى كي هي صغيره في سميتو. ودرت لها جوجات صغار هنايا، غير باقي ما جيت من عند الخياط، ملي جيت من العمره ما ساليتش باش نمشي لعندو باش نجيبهم. هادي كنت صاوبتهم قبل العمره، كنحطو بحال هكا. هاد الجلسه هادي كنحطو المخده، هادوك جوج مخد، اربعه المخدات، جوج غيجو هنا وجوج غيجو هنا، كيكونوا ذهبيات. المهم حبيباتي، شديت هاد كما كتشوفوا انا عندي هنايا الذهبي، وعندي في هاد المخدات هاد التوب ديال هاد المخدات هو اللي شديت. ها هو كما كتشوفوا، ها هو هذا، ودرت منه فراش. شتو مترو، يمكن مترو 20، ملي عقلت واش مترو 20 ولا مترو، لا غير مترو. ها هو قد هذا هي. المهم على حساب الجلسه شفتو بحالاش، وكنخيطو عليه البلاستيك، كنصوره بالبورطابل. سمحولي بلاتي نحط البورطابل، كنديرو ليه بحال هكا كما كتشوفو، وكيدخل تحت هاد، كنديرو له هادي هكا باش تجي عليه. كنحطوه القطيط طبعا راه دايما في التسجيل، كنحطوه بحال هكا. علاش كنديرو هذاك البلاستيك؟ باش الا تخوى اتاي، وكنحطو عليه المعنى ديال اتاي، العمارة ديال اتاي، الا تخوى اتاي ما يمشيش لنا على الفراش. وهذاك سميتو، وهذا البلاستيك طبعا راه كيتغير، هنا مخيط عليه، وقت ما تكرفص ولا شي حاجه كان نغيره، كندو الخياط نخيطو عليه، اللي عندها الماكينه في الدار تخيطو داك البلاستيك القاصح. المهم حبيباتي، البنات اللي بغاو يديروه يشدو الثوب اللي كيجي مع الصاله ديالهم، مع شي يعني يشدو شي ثوب اللي جاي خفيف وسهل الصابون وماشي غالي، يعني تقدري تبدلي صاوبي جوج ثلاثه وحطيهم عندك، وهكا كيبقاو عندك سنين يعني. وهذاك البلاستيك راه كيتغير، كتخيطي عليه احسن من اللي تبقاي تلفي عليه هكا. هذا بالنسبه للجليسه ديال اتاي حبيباتي. غادي نوريكم دابا العماره ديال اتاي اللي شافوها البنات وعجبتهم. حبيباتي هذه هي السينيه ديال اتاي، هادو جوج ديال السبوله المضفوره كما كتشوفوا، ها هي ثقيله ولكن كنحافظ عليها، ما كنغسلهاش بالماء، كنمسحها غير بشي منديل، يعني مبللتو عصرتو مزيان مزيان الماء الدافي، وكنشفها هذيك الساعه بشي حاجه رطبه رطبه بحال الملاحف ديال الغاز، شي ثوب ارطب ماشي بالورق وماشي بشي حاجه، كنمسحها باش نحافظ عليها باش تبقى داك اللمعان اللمعه ديالها تبقى كاينه. وكنفرش لها هذا، دابا درت لها هذا لانه ما عنديش داك الدائري تقادالي، كنفرش لها هذا الورق ديال الحلوى، كنفرشوه في بلاطوات الحلوى والعصير، كنفرشوا ليها باش يبقاو، وكنحطوا طبعا معها الورق. هذا الورق هذا ديال اليدين، هذا هو اللي شافوا الاخوات كيبان لهم في الصوره بحال ديال الحمام، راه كانت كبيره نقصت، كيبان لهم بحال ديال الحمام اكرمكم الله. لا راه ما كنحطوش مع معياتي الورق ديال الحمام ديال اتاي. المهم كنحطوا معاه، واللي كنعطوه السينيه كعمرتي يحافظ، يعني عارف بالله خاصو يكون عارف. نحطوا هذا البراد حنا هادو الصغار هكا كيطيبوا على الجمر وعلى ديال على البوطه. الكيسان ديالنا خاصهم يكونوا رقاق، يكونوا ملس ديال فرنسا. هادو كيتباعوا بخمسة دراهم حتى العشرة دراهم الكاس، واحيانا ما كيكونوش، كيكون كيتقادوا عندهم هادوك المحلات اللي كيبيعوهم. المهم اي كيسان غير كيكونوا صغار، الحجم ديالهم صغير، ويكونوا ملس ما يكونوش حرش، لان كاين واحد الماركه حرشه ما كنستعملوهاش حبيباتي. كنحطوا هذه هي العماره ديال اتاي كما قلت لكم، ديال الصينيه بوحدها. غادي نوريكم دابا الصينيه ديال الرباعي حبيباتي. هادو هما الصينيه ديال اتاي، ديال العماره ديال اتاي. هادو ديال الجاج راه كاينه بلاستيك،
هادو شريتهم بوحدهم، هادو بوحدهم كيديروا 300 درهم، لا 250 درهم. هادو ثلاثة وجاج كاينين بلاستيك نفس الثمن، ولكن بلاستيك انا فضل نجيبها. الديفو ديالهم هما هادي كطيح لهم، ها هي شفتوها طاحت، درت لها الكولا ما بغاتش تشد، قلت نديها عند المعلم وندير شي كرو هنايا من هنا ويشدو ويصاوبها. وحده دايره فيها العلك، هذه دايره فيها تاي، هذه دايره فيها السكر، نفس المحافظه كنحافظ عليها بهذا الورق هذا، غير خاصو يكون دائري، غير دابا لاني مغطيتهم كندير عليهم السيلوفان. ونفس الصينيه حبيباتي، هي كما تشوف الرجلين ديالها هما يبان لكمش مزيان. هادو هما العماير ديال اتاي، هادوك بجوج ب 500 درهم وهادو ب 250 درهم. حبيباتي هذا هي الصينيه الكبيره اللي دايره فيها انا المجمر المقرش، كنحط فيها اتاي الشعره، كنحط فيها هذا فاشيط غسل كيسان، كاس ديال التشليله، والورق، والبلاطو الصغير. البلاطو الصغير هي هما ثلاثه كيتباعوا هادو، ها هو الصغير ديالها هو هذا، كنقدم فيه الكيسان كنحطو فيه ملي كنخوي اتاي او نكب اتاي في الكيسان، نصب اتاي كنحطو الكيسان هنايا وكنفرقوهم على الضيوف. ها هو البلاطو الكبير، لكن هذا هو البلاطو الكبير، فيه هاد الكاس ديال الدجاج، كاين ديال الدجاج كاين ديال المعدن كيتباعو، كديرو فيه كيتحط فيه الماء كتبقاي تبدلي، كيتغسلو فيه الكيسان هذا ديال التشليله، ملي كيتخوي فيه التشليله كيتحط هنا. الورق ديال اليدين كيتحط مع معناتين اتاي، الا كان تحطي حنا كنحطو الشعره ونحطو المكركب على حساب اللي يشرب غير الشعره واللي يشرب اللي بغى الماء يمشي، وكنحط هذا هنايا. وهاد هادي بلاتي ندورها، هادي العماره ديال المجمر والمقرش، هادو كيتباعوا عندنا، كاين اللي فيها المجمر المقرش وكاين فيها بلاصه الرابوز، كاين اللي فيها المجمر المقرش فيها بلاصه البوطه، فيها البوطه ديال الضو، فين تحطي ديال الضو، الريشو ديال الضو على حساباتي، فيها راك بغيت دوزي البريز، وها هو يعني فيها عده كيتباعوا. انا شديت هادو ب كيديروا شي 600 درهم، ومعيناتي حنا في الجنوب خاصهم يكون عندنا شي حاجه يعني شي حاجه فاخره. هنا في باقي الرماد كما كتشوفوا شنو زوين في هذا، كتحيدي هذا كتغسليه، كيتغسل كتحكيه الا تخوى عليها تاي هذا. ملي كنديروا البخور مثلا هنا من الخطرات، احيانا كنديروا البخور في المجمر، ما كنحطوش عليه المقرش، ما كنحطو البرد لانه كيكحل. المقرش ديالو هو هذا حبيباتي كما كتشوفوا، هو مزخرف باليد كما كتشوفوا، هادشي كلشي مصاوب وكيصاوبوا الصناعه عندنا باليد اصلا. هادشي هادي وهادو كلهم مصاوبين بصناعه اليد عند محلات القيصريه ديال المعلمين او ديال الصناعه التقليديه. خفيف ما ثقيلش، شتو كتحيديه كديري هذا ديال الطين فيه ملي كتشتو بحالاش. المجمر ها هو صغير كنلبسو هذا باش الا تهرس ما سميتوها، هما كتشوفوا بحالاش داير من الداخل، وكنحطو فيه المجمر ملي كيتهرس هذا سميتو كنبدلوه. ملي كيعمر طبعا بالرماد راه كنحيدو نقصو عليه الرماد، كنردو له هذه كتحك الا تكبلا كتاي عليها كتحكيها. هذه من العود عندها الرويضات، كاين الناس يحطوها بوحدها، انا درتها هنا نفضل تجي هنايا باش الا تخوى اتاي تخوى ليا هنا في هذه السينيه. هذه هي العماره ديال اتاي حبيباتي كما وريتكم، نتمنى يعجبوكم، كاينين اشكال وانواع في محلات دبي، ان شاء الله شي نهار نمشي نصورهم لكم شوفوا نصور. الى عجبوكم قولوها ليا في الكومنتيرات باش نمشي نصور لكم المحل اللي كيبيعهم، اشكال وانواع اكثر زوينين على هادو. هادو شي غير شي حاجه مويا عاديه ولكن حنا معيناتي خاص نكون شي حاجه فاخره، يعني تكون شي حاجه رائعه اللي تحطيها. هادو هما هدي الصينيه ديال تقدام اتاي باش كنقدموا الكيسان، نتمنى حبيباتي يعجبوكم واني بيكم راني نحبكم كاملين.